السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح ناخذ المحاضرة الثالثة في مادة الـ Human Computer Interaction، الجزء العملي اللي يخص تفاعل الإنسان والحاسوب، وبدنا ناخذ أمثلة عليه. أخذنا البروجكت بالمحاضرتين السابقة، أخذنا بروجكت يتعامل ويا مطابقة صورتين، بالإضافة إلى أيضاً عملية تحويل الـ Picture Books إلى Object. أقدر أرسم عليها باستخدام الماوس، يعني نقدر نقول إنه إحنا حولنا الـ Picture Books مثل الورقة، والماوس والقلم، ورسمنا الـ Objectات مهما كان الشكل اللي أنا دا أرسمه، وأخذنا كصورة Bitmap. أما اليوم فإن شاء الله رح ناخذ عملية تكوين برنامج كامل أو مشروع متكامل، بحيث أنه أنا راح أقدر أعرف أميز الأشكال اللي أقدر أدخلها بالصورة، هل هي مثلث أم مستطيل أم دائرة، وكل واحد ألونه بلون معين، بالإضافة إلى أنه أكتب اسم الشكل اللي ميزته. طبعا هذا الموضوع يدخل ضمن الباترون كوجنيشن، واللي هو اصلا في الاساس يشتغل عليه الهيومن كمبيوتر انتراكشن فيما يخص الفيجوال اللي هو يتعامل ويا الصور. طبعا هو الان اول شيء راح نطلع على المثال او الصيغه مال السؤال اللي راح نشتغل عليه ان شاء الله. طبعا هو السؤال جزئنا الى جزئين حتى ان نبدي نفصل الاعازات. راح ناخذ الجزء الاول بهذه المحاضره والجزء الثاني بالمحاضره الثانيه. رجاء من الطالبات العزيزات انه احنا الغرض من تجزئه البروجكت الى محاضرتين حتى يكون لكم مجال تفتهمون الاعازات بطريقه تفصيليه اكثر، وايضا تجربون وتقرون عن الاعازات قدر الامكان. اي سؤال يخطر ببالكم عن اي اعاز تم طرحها بالمحاضره تقدرون تسألون، وحتى إذا مثلا شفتوه في موقع معين نقدر نتناقش به ونقدر نشوفه، يعني حتى لو إعاز مو موجود بالمحاضرات لكن لفت نظركم وعجبكم تطلعون عليه. نقدر أيضا نزود معلومات الكل ونستفاد خبرة للجميع. الغرض، أرجع أكد، الغرض من تجزئة المشاريع إلى جزئين حتى لا يكون ضخم مادة عليكم أكثر، وتقدرون إنه تستوعبون المادة. فالملزمة اللي اعطيناكم إياها إن شاء الله راح تكون تقسم إلى جزئين، يعني إلى محاضرتين. اليوم إن شاء الله راح نبدأ نشرح السؤال بشكل عام، بالإضافة إلى نأخذ الجزء الأول من الحل. السؤال هو write a program that shows a menu bar. المنيو بار يعني معناها ان انا راح استخدم المنيو ستريب. ليش؟ لان انا راح احتاج اضيف شريط للمن للفورماتي. فبما ان انا راح اضيف شريط يعني معناها ان انا اقدر احتاج اداة تساعدني على هذا الموضوع واللي هي المنيو ستريب، واعتقد انتم ماخذيها العام وقدرتوا تستخدموها، بالاضافة الى انه ايضا احنا استخدمناها بالكورس الاول. هذا المنيو بار شو يحتوي؟ يحتوي على two commands. المقصود بالtwo commands هو أوامر، يعني إعازات أو أوامر المستخدم ينطيها للبرنامج وعلى أساسها راح يكون التنفيذ. فtwo commands الأول هو open image، الثاني هو exit. أرجع أأكد على فكرة إنه دائما إذا الاسم موجود بالصورة التفصيلية يعني على بصيغة السؤال اتقيد بهذا الاسم، فأول كوماند بالمنيو ستريب اسمه open image، أما الثاني فهو exit. هسه راح نتعرف شنو عمل كل واحد من عندهم. The first command uses to choose open and process the opened image. يعني أول إعاز راح يساعدني حتى أختار وأفتح وأعالج الصورة اللي تم اختيارها من قبل المستخدم. أما الثاني while the second command uses to exit the application، يعني أنا أريد أطلع من الابليكيشن راح أضغط على الإكزت ويطلعني. وطبعا استخدمنا إحنا هذا الشيء كبوتون بالمشاريع السابقة، يعني مجرد إنه this dot exit dot close or application dot close كلها تأدي نفس الغرض. الآن راح نأخذ طريقة الحل أو شنو الحل بالتفصيل. طبعا أشدد وأركز على اللايبراريز اللي إحنا نحتاجها، وطبعا إحنا نطينا الطريقة التفصيلية للتضمين مال اللايبراريز اللي إحنا نحتاجها بهذا الموضوع.
وأيضا قمت بإضافتها بالمشروع السابق، والحمد لله والشكر يعني نسبة كبيرة من الطالبات ضفتوها والحمد لله. طبعا أكيد راح تواجهكم مشاكل بأول مرة، فاطمئنوا ما دام أنتم أخذت إيدكم وتعلمتوا عليها راح تقدرون إن شاء الله تضيفون أي مكتبة تردوها، يعني حتى يكون البرنامج مالتكم فلكسبل، تقدرون تضيفون امتيازات أخرى للبرنامج بكل سهولة. اللايبرز اللي راح نحتاجها اليوم هي الأكورد، الدوت إيميجينج أيضا أحتاجها، والماث دوت جيومتري. ليش؟ لأن أنا راح أشتغل على الأشياء التجزئة طبعا والأفراد. اللايبرز اللي هذني هنا موجودات أيضا راح أنزل لكم إياها بملف مضغوط على كلاس روم حتى ما تحتارون. أيضا راح نسوي ننزل الملف، نسوي لفق ضغط، وراح نضيفه للبرنامج اللي إحنا راح نخلقه جديد بالطريقة اللي إحنا منزليها بطريقة صورية. وأي سؤال أي استفسار أنا موجودة طبعا، فلا تخافون وإن شاء الله تاخذ إيديكم على هذه المواضيع، بحيث مشاريع التخرج ما تحتاجون ولا تحتارون بهذه المواضيع في حالة استخدامكم طبعا للسي. أما الجزء الآخر من اللايبراريز اللي هي شنو هي؟ هي مجرد السيستم اللي هي إحنا دائما نستخدمها، واللي هي همين الدروينج، يعني هي دائما تابعة للبرنامج مالتي الدروينج، دروينج دوت إيميجينج، بالإضافة إلى الدوت فورمز والكولكشن دوت جينيريك والسيستم العادي. فهذني اللايبراريز أرجع وأكد إحنا من نكتبهم لازم يكونون موجودات عندي، ولازم الاسم اللي مذكور هنا نفس الاسم اللي أنا مخليته. فرجاء بنات نركز على هذا الموضوع ان شاء الله. نبلش هسه بالجزء مال البرمجه الفعليه. اول شيء انا من حبدا افتح ابدي المشروع مالتي راح الاحظ انه طبعا خلق النيم سبيس باسم البروجكت اللي انا خلقته، وانا مسميته هنا انا شيب ديتكشن. الفورم مالتي طبعا initialize component هو فشيء اساسي، بس هو اصلا ينخلق باي ديفولت. طبعا احنا اذا نريد نكتبه لازم يعني بالحل لازم اكتبه انا على مود يكون البروجكت مالتي متكامل، بس هو اذا تريدون تبرمجون على الحاسبه فهذا الشيء يتولد ديفولت. نجي هسه على الفورم لود. الفورم لود انا هنا سويت احنا البيكتشر بوكس الاول، يعني هاي طبعا هاي حسب استخدام اليوزر انه سوري المبرمج رايه شنو شلون راح يكون تصميم الفورم مالته. في حاله انه بالسؤال ما قيدناكم بعدد البيكتشر بوكس وعدد البوتونات وعدد الاشياء اللي موجوده، انتم طريقه تصميمكم بعد الفورم بحيث يكون واضح ويجذب المستخدم بحيث يبارعه. احنا هنا سوينا بيكتشر بوكس الاول اللي هو راح يفتح لي الصوره اللي راتها المستخدم. اما البيكتشر بوكس الثاني فهو شو راح يصير؟ راح يصير مجرد عرض المن للصورة بعد التحديث. أما البيكتشر بوكس الثالث فاستخدمته حتى مجرد أبين important information، وطبعا بالملزمة موجودة عندكم صورة المقصود بال important information. سوينا شنو؟ إنه على مود يبين لي الألوان مال كل شكل حتى المستخدم إذا ما انتبه على الأسماء أو مركز يقدر من ال important information يعرف شنو هذا الشكل اللي مفتوح، يعني اللي تحدد بالحدود مالته. label to dot visible هذا ليش قلت له false؟ هذا الليبل شنو انا كاتبه بيه؟ كاتبه بيه ال processed image. انا label 1 كاتبه بيه شنو؟ كاتبه بيه the original image اللي انا راح اشتغل عليها. طبعا الليبل الاول والبيكتشر بوكس الاول هي ثابتات موجوده بالفورم، بينما البيكتشر بوكس الثاني والليبل الثاني ما راح ينعرضان لحد ما انا اعالج الصوره ويتم العرض بيها. فبعد ما اخلي الشيء اللي انا سويته بيها يلا اقول له البيكتشر بوكس والليبل سوي لي اياهم فيزبل. اما الامبورتنت انفورميشن ايضا لازم تنعرض وين؟ من اسوي بروسيس حتى ابين المعلومات المهمه للصوره اللي تمت معالجتها. هسه نبدي نبرمج بالاوبن منيو ايمج تول ستراب منيو ايتم. يعني شنو؟ يعني هسه انا مو سويت خلقت الكوماندات الموجوده بالمنيو ستراب. اول واحد سميته open image، فمجرد دبل كليك على open image راح يفتح لي هذا الـ مثل ما نقول الكود المفتاحي مال الكوماند مال open image. شنو اللي راح يسوي لي؟ اول شيء راح يسوي لي البيكتشر بوكس 3 دوت فيزبل. سوري يعني معناها انه الصوره اللي انا سويتها الثانيه هي الامبورتنت انفورميشن، والبيكتشر بوكس الثالثه هي المن هي للصوره البروسيس. فالبيكتشر بوكس 3 هي دوت فيزبل سويتها ترو. ايش قلت له؟ قلت له اذا كانت الصوره اللي تم اختيارها تمام وما بيها اشكال، وطبعا احنا هذا الشغل مش طويل قبل،
أريدك تعرف لفد متغير اسمه image، object اسمه image، تخلي له الصورة اللي تم اختيارها أحجز لي بها ذاكرة أو عرف لي إياها كميت باب بيت ماب مهما كان نوعها، وخلي لي إياها بالإيمج. هنا طبعا يفضل انه تكون الصورة اللي انا دا استخدمها مو بيت ماب. ليش؟ لان على مود تكون المعلومات مالتها واضحة، بحيث اني من احولها الى بيت ماب تكون الاشكال او الاشياء التمييز بين منطقة ومنطقة يكون كلش واضح، فاقدر القفه. لان البيت ماب احنا قلنا انه هي ابسط نوع من الخزن، فلهذا الاوبجكتات مالتها ما راح يكون التمييز مالتها بسهولة. بس طبعا ازو لايك ازوش، فاحنا هنا استخدمنا بالامثله اللي دزيت لكم اياها واتوقع انتبهتوا بي ان جي البيكتشرز، حتى تكون الدقه مالتها كلش قويه، بحيث من احولها الى بيت ماب تحتفظ بكل معلوماتها وتكون المعلومات مالتها دقيقه وواضحه. ايضا تحكمت بالبيكتشر بوكس الاول وقلت له ستريتش ايمج بالطريقه العرض مالتك، وايضا انطيت الاوبجكت اللي اسمه ايمج خليته بالايمج مال البيكتشر بوكس 1. هسه نجي على شلون احدد الاوبجكتات اللي انا اريد اشتغل عليها. اكفت ميثود شنو اسمها او لايبراري اسمها اللي هي كلاس بلوب كاونتر. شنو المقصود ببلوب كاونتر؟ هذه الميثود شنو شغلها؟ شغلها تقدر تميز يا منطقة بيها بروبرتيز مختلفة عن المنطقة المجاورة لها، يعني مثلا اختلاف لون، اختلاف اضاءة، اختلاف اي صفه اخرى موجوده بداخل الصوره تقدر يميزها فيعتبرها كمنطقه مختلفه، فراح يجيب لي كل المناطق المختلفه وكل البروبرتيز مالتها. ايش سويت؟ سويت فشي اسمه فلتر بلوبس، قلت له ترو، بحيث انت تفلتر لي اياهن على اساس معين. راح يكون المين هايت الها للمناطق، يعني مو اني اي منطقه حتى بسيط الاختلاف مالتها تجيب لي اياه، راح يكون عندي هواي مناطق وراح يكون التمييز بيناتهم صعب. فاني ايش حددت؟ حددت مثل ما نقول الثريشولد، العتبه اللي اقدر امشي عليها او القيود الكونسترينت اللي انا راح استخدمها حتى احدد المناطق اللي انا اريدها او اريد اكشفها هل هي تنطبق على الشروط مالتي ام لا. شنو هي؟ انطيناها 5 عرض و5 ارتفاع، يعني اذا كنت ضمن هذه الحدود فجيب لي اياها هاي واحسب لي اياها منطقة، اما اذا اصغر فاحتمال تكون نويز، تكون يعني مثلا فد نقطة صايرة بالصورة، او تكون مثلا يعني فد تفصيل صغير ما مهمني، مثلا حرف مكتوب داخل الصورة فايضا ما يهمني. البلوب كاونتر دوت بروسيس ايمج، ايش قلت له؟ جبت الاوبجكت اللي انا خلقته من نوع الكلاس اللي اسمه بلوب كاونتر، واللي قلت لكم راح يميز مناطق بين منطقه ومنطقه. شو راح يسوي؟ راح يسوي بروسيس للايمج اللي هي ايمج اللي احنا دخلناها. الايمج تذكرون البروجكت الاوبجكت اللي احنا خلقناه من البدايه وجبنا اللي جبنا الفايل اللي اختار المستخدم وفتحناه وقلنا له اذا انت مضبوط اريدك اوكي تروح تتخزن اوبجكت اسمه ايمج. فهسه سويت معالجه لهذا الاوبجكت اللي اسمه ايمج ليست، والتايتل انت بوينت يعني شنو؟ يعني معناها عدد محدد انتجر من النقاط. الكورنرز عرفنا متغير من نوع شنو؟ من نوع ليست. اذا تعرفون الليست كان بها، اما اذا ما تعرفون الليست او ما مستخدميها فقولوا لي حتى نسوي فد يعني نبذة عليها واشرح لكم في التفصيل معين عنها. بس هي بشكل عام هي مثل الاري لكن تكون لها ميزات خاصه، الاضافه تكون بها تختلف. اقدر اسحب منها، اقدر احدد اللينث مالتها، اقدر اسوي بها هوايه اشياء يعني اوسع من الاري. فطريقة التعريف مالتها تكون محصورة بين علامة أصغر وأكبر، نكتب العدد مال الليست الايتمز اللي تكون بها. بالمناسبة الممبرز احنا نسميها ممبرز أو ايتمز موجودة بالليست اللي هي العناصر اللي بداخلها. ايضا احنا بالاري نسميها ايتمز اللي بالاري، لكن ما اعرف المصطلح اللي انتم متداوليه شنو اللي معتادين عليه.
بس بشكل عام هي الايتمز والممبرز اللي تكون بالليست. فما نستغرب اذا سمعنا ايتم يعني معناها عنصر، وممبر عضو يعني موجود بداخل الليست. فعرفنا الكورنرز اللي هي شنو، هي الزوايا، وان شاء الله راح نعرف شلون نستخدمها بعدين. عرفنا فد متغير شنو اسمه، اسمه ريد بين. ريد بين شنو وضعه؟ هو نوعه بين من الاسم مال الكلاس اللي اسمه بين. شنو معناه؟ يعني معناها قلم، بين قلم. اوكي، فكولر شنو الاوبجكت، المميزات مال هذا البين؟ الكولر دوت ريد. هسه شنو حددت؟ شنو حددت؟ اللون. وقلت له العرض مالته او الثكنس مالته يعني السمك مال القلم اريده 4. تقدرون تجربون، باي ذا واي تقدرون تجربون اي لون يعجبكم، تقدرون تجربون اي سمك يعجبكم، جربوا حتى تتعلمون. انا حددت هذا اللون على مود شنو، احدد الكوارترلز يعني معناها المضلع، الاشكال المضلعه. طبعا اقدر اعرف اقلام اخرى اللي هي الاخضر مثلا، اقدر اعرف البراون، اقدر اعرف المجنتا، اقدر اعرف اي لون يعجبني. واحنا هنا سوينا بلو بين، وسوينا المجنتا بين حتى نميز بين السيركل والتريانجل وال شو اسمه الاشكال المضلعه، يعني الدائره والمثلث والشكل المضلع المتميز. كل لون، كل قلم اختاريته، كل لون قلم اختاريته الى شكل محدد. وباي ذا واي احنا نقدر يعني مباشره نستخدم هذا الاوبجكت اللي احنا نشأناه اللي اسمه pan color dot red 4 السمك مالته مثل ما قلنا، يعني اللون والسمك اقدر اكتبه بداخل الايعاز مالتي. لكن انا اريد ابسط الشغل مالتي واقدر اجزئه حتى من يحدث خطأ لا سمح الله بالكود تعرفون تتبعوه وتعرفون تعالجون الخطأ قدر الامكان. هسه نجي على الفونت. احنا قلنا يحتاج نكتب الشكل، يحتاج نميزه. فانا اذا راح اكتب شيء لازم احدد نوع الخط اللي اكتب به، واعتقد انتم مستخدمين هذا الشيء وين، بالوورد وبالباوربوينت وايضا اكسل، اي نوع حتى النوت باد اذا اكو استخدمته، يعني النوت باد الادفانسد اللي هي يمكن اسمها نتسكيب، واكو فد شيء هواي من انواع من النوت باد. هذه النوت باد همين ايضا بها انواع خطوط، فاي شيء بيه كتابه اعرف انه بيه نوع خط. فعرفنا فونت، ايضا كلاس اسمه فونت، عرفنا متغير اسمه فونت. اذا تلاحظون انه المتغير سمول لتر، نيو فونت، حددنا نوع الخط اللي انا اريده، وحددنا حجم الخط اللي ايضا اريده. طبعا هنا تقدرون تختارون مثلا تايمز نيو رومان، اريال، اي نوع تردوا الخط مالتكم، وايضا حجم الخط تتحكمون به. انا اختاريت 22 حسيته مناسب. هسه شنو راح اقدر، شلون راح اميز الاشكال؟ اول شيء، اول شكل راح نبدي به ريكتانجل اللي هو جزء من الاشكال المضلعه. ف simple shape checker ايش راح يسوي لي؟ shape checker طبعا هنا هاي كلاس راح يميز لي نوع الشكل. هذا الكلاس من استدعي بس مجرد انه اقول له دوت از فلان شيء، راح يساعدني انه يجيب لي المعلومات اللي موجوده بداخل هذا الشيء، وراح يساعدني ايضا يوفر لي انه طريقه المقارنه. فمثل ما نقول هاي تسهيلات فاسيلتيز حتى الشخص المبرمج ما يحتاج يكتب كودات طويله. يعني قبل هذه الاشياء تحتاجون تكتبونها لاعازات مالتها الضمنيه اللي بداخل هذا الكلاس، بينما الان هو كلاس جاهز احنا جبنا اللايبراري مالته، بس مجرد انه نستدعي ونكتب نعرف متغير من هذا النوع، نقدر مجرد نقدر ايضا نستخدم كل الامكانيات اللي تتيحها هذا الاوبجكت. ايضا عرفنا بيتماب داتا اللي هو شو راح يسوي لي، راح ياخذ البيانات اللي موجوده داخل الايمج. شنو يعني اللوك بيتس؟ هذا راح يسمح لي بالقراءه او الكتابه، يعني هو مثل القفل، القفل مال البيانات. انا بالبدايه ايش قلت له نوع القفل هذا اريده للقراءه او الكتابه، حتى بعدين من افتح القفل مالته اقدر اتحكم بالصوره، اقدر اتحكم ببياناتها، اقدر اضيف، اقدر احذف، اقدر اقرا. تمام، فهنا شنو لوك بيتس، هو انا تحكمت بالبيانات وضفت المود مالتي اللي هو دوت ريد رايت.
عرفنا مصفوفة اللي هي اسمها بلوب. طبعا بلوب هو نفس البلوب كاونتر، نفس الفكرة مع البلوب كاونتر. راح يسوي لنا فد مناطق، يعني كل منطقة راح اعتبرها عنصر بداخل هذه المصفوفة. فكل منطقة، يعني هذه نقدر نقول انه هذه المصفوفة هي مصفوفة مناطق، مصفوفة مناطق بها properties مختلفة. فبلوب، وخلينا أقواس إنه هذه مصفوفة بلوبس، سمينا اسم المصفوفة اسمها بلوبس، وقلنا له بلوب كاونتر دوت جيت اوبجكتس انفورميشن، روح جيب لي كل المعلومات اللي موجودة بالبلوب كاونتر وجيب لي اياها، ضم لي اياها وين؟ بالبلوب اللي بلوبس اللي اسمها مصفوفة اللي هي من نوع بلوب. وراها ايش قلت له؟ قلت له ايمج دوت الانلوك بيتس، افتح لي القفل مال البيانات مال هذه البيت ماب داتا. طبعا هنا هسه شلون ابدي اشتغل على منطقه منطقه؟ هنا تقدرون تستخدمون فور ايتش كل منطقه، لان انا ما اعرف طول الـ يعني ايش كم منطقه صارت، ما اعرف طول المصفوفه. اور اقدر اسوي لي فور والاي يبدي من الصفر الى البلوبس دوت لينث ناقص واحد، اذا الى يعني اي يساوي صفر، اي اصغر من البلوبس دوت لينث، واي بلس بلس. او نستخدم فور ايتش واللي هي اسهل شيء. طبعا هنا هسه ايش راح نسوي؟ راح نعرف الايدج بوينت اللي هي النقاط الحواف والكورنر بوينتس. الايدج بوينتس ايش راح يسوي لي؟ هو مجرد استدعي فد ميثود راح تجيب لي البلوب ايدج بوينتس، يعني راح يجيب لي كل النقاط مال الحواف مال هذه المنطقه، يعني يجيب لي الحدود مال هذه المنطقه. وين يخليها؟ يخلي لي اياها بليست، يخلي لي اياها وين؟ بليست. والليست هي تكون الحجم مالتها متغير، هي انت بوينتس، يعني راح تكون نقاط محدده، نقاط عددها النقاط يكون عددها صحيح. فليست اند بوينت ايضا العدد مالتها، كورنر بوينتس هاي شنو هي؟ النقاط الحواف الزوايا، يعني اللي راح تكون الزاويه مالتي، يعني مو بس حافه وانما هي حافه بس بزاويه. فالكورنر بوينتس اللي هي الحواف، ايش قلت له؟ قلت له الكورنر خلي لي اياها نول، لان لحد الان انا ما اعرف هل هي سيركل او هي بيها كورنرز، لان طبعا احنا عندنا مثلث تعرفون بيه زوايا والمستطيل بيه زوايا، بينما السيركل ما بيها زوايا. عرفت البوينتس من البوينت اكورد دوت البوينت من نوع شنو؟ يعني سنتر من هذا النوع، حتى متغير استخدمه ان شاء الله بعدين، وهسه راح نشرحه ان شاء الله يعني بالمشروع هذا. الريديوس عرفنا الريديوس، طبعا احنا ما دام عندنا الدائرة فلازم احتاج قطر. القطر دائما احتمال يكون عندي فلوت، يعني احتمال يكون عدد صحيح. هسه شلون راح استخدم، شلون راح استخرج الكورنرز؟ انا ما اعرف الكورنر مالتي ايش كم كورنر، وهل هي موجودة ام لا. اول شيء راح اسوي، راح استخدم طبعا استفاد من الشيب شيكر. الشيب شيكر طبعا بنات راح تلاحظون انه احنا خلينا لكم كوماندز حتى بالمشروع السابق، كوماندز لونها اخضر، يعني هاي شرح للايعاز، يعني حتى تتذكروه، حتى تستذكروه بسرعه. فالشيب شيكر هو شنو؟ هو راح يشوف لي هل هو متوازي، يعني هل هو مضلع، هل هو شكل مضلع. اذا كان هذا الشكل مضلع، H points المدخل راح يكون عدد الحواف مالتي، نقاط مال الحافة مالتي كلها أدخلها، والout هو الكورنر بوينت، هل توجد نقاط زوايا موجودة عندي يعني بالحواف؟ زين، إذا دخلنا بهذا وتحقق يعني إنه شكل مضلع وبي H يعني شافة إنه بي الله، أوكي؟ فهسه هنا ايش راح يسوي؟ راح يدخل على التشيك الريكتانجل، هل هو ريكتانجل، يعني هل هو موجود بأضلاع اللي هي الموجوده بالشكل. فايضا راح يستدعي البوليجون سب تايب، والكورنر بوينت راح يدخلها بداخلها، وايضا راح يشيك هل هو يساوي ريكتانجل. راح تلاحظون انه كل الاشياء جاهزه، يعني مجرد انه انا دا استدعي الكلاس ابدي استخدم الاشياء اللي بداخل الكلاس، ابدي استخدم الكلاس، الكلاسات اللي بداخل هذا الكلاس، والميثودات اللي بداخل هذا الكلاس. ف
فقلت له هل هذا الشيء الكورنر بوينت يساوي النوع مالتك مال ريكتانجل؟ في حالة انه كان يساوي ريكتانجل ايش راح يسوي لي؟ راح يستخدم السيستم دوت دروينج دوت بوينت النقاط اللي جابها من الدروينج ويخلي لي اياها بليست. ايضا راح طبعا يحجز لي مساحة بالذاكرة بهذا الموضوع، وبعدين لكل نقطة موجودة بداخل هذا الكورنر ايش راح يسوي؟ راح يضيف نقطة، لكل نقطة راح يضيف نقطة. ليش؟ يعني أنا أريد أرسم شكل، يعني أحدد حدود، فلازم أضيف point داخل الشكل اللي موجود عندي حتى أحدده. فpoints dot add هذه لكل نقطة أنا أضيف نقطة، أرجع وأكرر لكل نقطة for each point and corner points، يعني لكل نقطة أنا أضيف point اللي هي أستخدم ال points dot x وال point dot y، يعني نفس ال x وال y مالتها أنا دا أستخدمها بالدروينج مالتي. طبعاً إحنا الدروينج أنا متطرقت للدروينج لأن إحنا متطرقين بالمشروع السابق اللي هو وظيفة الرسم. الدروينج هو وظيفة كلاس وظيفة الرسم دا أستدعي ال library مالتي، بالإضافة إلى أيضاً إنه ال var إحنا همين تطرقنا لها بالأسبوع الماضي، وقلنا ال var هو عبارة عن طريقة تعريف الأشياء اللي أنا لحد الآن مثلاً ما محدد النوع مالتها، أو يمكن يجيني أي نوع من هذه الأنواع حتى لا أدخل بالconflict types. مجرد أنه أقول var وأكتب اسم المتغير مالتي وأبدي أستخدمه على هذا الأساس. المحاضرة هذه كملت، والجزء الآخر من البروجكت راح نشرحه بالأسبوع القادم. الرجاء منكم الاطلاع على التفاصيل اللي تخص هذه المحاضرة، وأي سؤال أي استفسار عن أي إعاز إن شاء الله إحنا نكون موجودين ونجاوب عليكم قدر الإمكان بالسرعة الممكنة. لكن الرجاء الانتباه للإعازات، الانتباه للملاحظات اللي احنا كاتب لكم اياها بالاخضر اللي هي تسهيل للتوضيح مال الإعاز، ايضا كتابة كل الإعازات بالبروجكت لما تردون تنفذونه حتى تجربون، لان هواي لاحظت ان الاغلاط تكون بسبب اهمالكم الإعازات او عدم الانتباه لإعازات معينة ما تكتبوها بالكود. ايضا انتبهوا لفت فقرة اللي هي تخص المكتبات الجاهزة والكلاسات الجاهزة، يعني ان شاء الله بهذا الكورس هوايد نستفاد من عتها، واذا تلاحظون توفر علينا هواي كود، يعني مجرد انه انا استدعي كلاس اقدر استخدم كل الاعازات اللي بداخل هذا الكلاس بكل سهولة، مجرد انه اضغط دوت تجيني كل الامكانيات اللي ممكن اني استخدمها. لهنا ان شاء الله خلصت محاضرتنا، شكرا جزيلا وان شاء الله تكونوا افتهمتوا، واي سؤال اي استفسار اكرر واقول احنا ان شاء الله نكون نجاوب عليه، وان شاء الله تكون المادة لطيفة وتحبوها.